الجيش النمساوي ينهي مهمته في تركيا وكاريتاس تدعم مناطق الأسد. النمسا تعتزم مساعدة ضحايا الزلزال بمنح تأشيرة سفر سريعة. الرئيس النمساوي يستبعد الدول الداعمة للإرهاب من الحفل السنوي للسفراء. النمسا تتجاوز حاجز 9.1 مليون نسمة، 19% منهم أجانب. وزير العمل يطالب بتخفيض المساعدات الاجتماعية للعاملين بدوام جزئي. وفقد نمساوي على الحدود بين الإمارات العربية وسلطنة عمان. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. أعلنت وحدة الإنقاذ التابعة للجيش النمساوي إنهاء عملها في إنقاذ ضحايا زلزال في ولاية هاتاي التركية بعد أن أصبح إنقاذ الناس غير مرجح بسبب الوقت المتأخر. وفي موضوع متصل، أعلنت منظمة كاريتاس النمسا تقديم مساعدات في مدينة حلب التابعة لميليشيات الأسد وإيران. وقال يوهانس دينس مدير سالسبوك كاريتاس ومنسق للمساعدات في حلب: سوريا دولة ذات أولوية لأكثر من 30 عاما، ولهذا السبب نعمل بشكل وثيق مع كاريتاس في سوريا، لذلك تطلب تبرعات مالية لمساعدة ضحايا الزلزال حتى تتمكن من شراء إمدادات الإغاثة اللازمة في الموقع. أكدت وزارة الداخلية النمساوية إمكانية قبول طلبات أهالي المنكوبين من الزلزال لمنح تأشيرة دخول للنمسا مدتها 3 أشهر، ولكن ضمن المعايير المطبقة سابقا. وأعلنت الوزارة أنها تعتزم دعم ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا أو أقاربهم من خلال فحص طلبات الحصول على تأشيرة سريعا، لكن دون تغيير المعايير المعروفة. وفقا للداخلية، يلزم الحصول على تأشيرة صالحة بموجب القانون لدخول النمسا من سوريا أو تركيا، وأن التحقق من الشروط سيبقى من خلال إجراء فردي لكل شخص. رفض الرئيس فان دي بيلن دعوة سفراء ودبلوماسيين من روسيا وبيلاروسيا وإيران احتجاجا على مواقف بلادهم الداعم للإرهاب إلى الحفل السنوي الذي أقيم في القصر الرئاسي. وأكد الرئيس أن استمرار الحرب الروسية ضد أوكرانيا أمر مؤسف ومدان، لافتا إلى أن موقف النمسا ليس محايدا بأي حال من الأحوال، حيث أن النمسا محايدة عسكريا فقط وليست محايدة تجاه الانتهاك الصارخ للقانون الدولي وتجاه جرائم الحرب. وأضاف بأن النمسا ليست محايدة تجاه نضال أي بلد للدفاع عن سيادته واستقلاله من أجل حريته. أعلن مكتب الإحصاء النمساوي تجاوز عدد سكان النمسا حاجز 9.1 مليون نسمة من بداية هذا العام بزيادة 127 ألف عن العام السابق. وبحسب المكتب، كانت الزيادة أكبر بكثير مما كانت عليه في العام الماضي. وقال توبياس توماس المدير العام للإحصاء أن النمو السكاني في العام الماضي يرجع إلى الأشخاص الذين يحملون الجنسية الأوكرانية، وهم 9 أكبر جنسية أجنبية في النمسا. ووفقا للهيئة، كان منهم 19% يحملون جنسية أجنبية، وبالمقابل انخفض عدد النمساويين بمقدار 16500، فيما سجلت فيينا الزيادة الأكبر. قال وزير العمل كوخا أن تقليل المزايا الاجتماعية للعاملين بدوام جزئي سيكون فعال من أجل جعل الوظائف بدوام كامل أكثر جاذبية. وبحسب صحيفة كورير، يريد كوخا أن تكون الوظائف بدوام كامل أولوية لدى الشركات والموظفين، وأن يحصل من يبحث عن دوام جزئي على مزايا اجتماعية أقل. وأضاف: إذا كان الناس سيعملون بإرادتهم أقل، فلن يكون هناك سبب لدفع إعانات اجتماعية لهم. وحذر كوخا من إبطال العواقب طويلة المدى للوظائف بدوام جزئي، مشيرا إلى
أي شخص يتقاعد في سن 68 يحصل على معاش تقاعدي شهري أكبر بكثير مما إذا تقاعد في سن 62. أعلنت وزارة الخارجية النمساوية عن فقدان مواطن نمساوي في المنطقة الحدودية بين الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان منذ السبت، وجري البحث عنه باستخدام المروحيات. وقالت متحدثة باسم وزير الخارجية أن السفارتين النمساويتين في أبوظبي ومسقط على اتصال دائم بالسلطات المحلية. وكان شابا نمساويا يدعى كريم أزمان يبلغ من العمر 27 عاما مفقود في دبي منذ يومين، حيث كان في جولة في شمال الإمارات وانفصل عن المجموعة السياحية أثناء تنزه في وادي النقب، ومنذ ذلك الحين لم يكن هناك أثر له. وفي عيد الحب نذكر بالتبرع لضحايا الزلزال في سوريا، حيث أطلقت إنفوجرات حملة للتبرعات عبر موقعها. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، شاركونا بتعليقاتكم. كنت معكم أنا ريم، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.